ان شاء الله ثلاثة ان شاء الله انه يتأهل ياخذ الكاس ان شاء الله يتأهل وياخذ الكاس ان شاء الله يتأهل وياخذ الكاس فايزين باذن الله فايزين ان شاء الله لا حظوظ قويه باذن الله الزعيم زعيم الزعيم ما في مثل الزعيم اليوم ان شاء الله يفوز ونروح للصداره ونتاهل الى النهائي ونفوز ونجيب الكاس ان شاء الله باذن الله شنفوز شنفوز بالقوه بالروح شنفوز شنفوز لا يفوز ولا لي يكون خسران باذن الله هذا الهلال ده احنا جايين بس نستمتع ولا متعودين على الفوز الحمد لله الحمد لله شوف حظوظك في البطولة قوية إن شاء الله بإذن الله هل الهلال راح يتوج بالبطولة؟ بإذن الواحد الأحد إن شاء الله استمتاع ترى والله ضامنينه بإذن الله رائع جدا وجبار وإن شاء الله فالنا الفوز يا رب والحظوظ في كل البطولة هل الهلال راح يتوج فيها إن شاء الله؟ نقول إن شاء الله يا رب المدرب رائع وإن شاء الله أن نحظى بالبطولة يا رب عندكم ثقة في اللعيبة والمدرب؟ إن شاء الله ثقة كبيرة